يا اهلا بيكم مره تانية. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن احمد عبد الفتاح اللي منورنا في حلقتنا النهارده. وكنا وقفنا في الكلام عن يعني مش مقارنه بس يعني ايه، مرينا كده سريعا على فيريرا بالمقارنه بكابتن سامي قمصان، بس احنا اتكلمنا اكتر عن كابتن سامي. تعالى نشوف رؤيه حضرتك يعني لفيريرا وتحديدا التبديلات وما نتج عنها من تغيير جذري في مجريات الامور. فيريرا كان بيشتغل على حسب نتيجه المباراه، يعني لما كان هو بدايه المباراه كان بيلعب ثلاثه مدافعين، عبد الشافي والونش، ولعب وكان 3 4 3 3 4 3 ومدي حريه لعبد الله جمعه، ولكن لما النادي الاهلي بدا يجيب جون وبدا الشوطين غير بقى، غير طلع عبد الشافي ونزل شيكابالا لانه عايز يعدل الموضوع تاني، حاول يمسك نص الملعب، وده اللي حصل فعلا في وجود شيكابالا. لما تلاحظ لما كسب جاب الجون الثاني راح بدا يغير زيزو ونزل عبد الجواد مدافع، فكره اتغير تاني برضه انه قلقان عايز يحافظ على المكسب. النادي الاهلي لما تعادل هو فكره كل المباراه حاسس بلعبته وحاسس النقص اللي عنده، عايز يطلع المباراه بالتعادل. لكن كابتن سامي بالنسبه لبدايه المباراه تشكيل الفرقه من الاول، عايز يكسب المباراه. في نص ساعه من المباراه الشوط الثاني انا شايف ان هي نص ساعه دي لعيبه النادي الاهلي هي اللي خرجت بره التركيز. ايوه عمل بعض واصابه حمدي فتحي انا شايف ان هي نقطه تحول كبيره جدا في اداء النادي الاهلي. نزول متولي في نص الملعب، وانا شايف ان متولي لسه برده ما وصلش ل 100% من لياقته البدنيه. غيرت من اداء النادي الاهلي، نص الملعب تاه من النادي الاهلي شويه. رجع تاني كابتن سامي عمل بعض التغييرات ورجع متولي لعب في خط الظهر ولعب قفشه في نص الملعب، ومحمود وحيد نزل مكان علي معلول، ادت قوه شويه مع صلاح محسن، ادت قوه شويه للنادي الاهلي كان عايز يرجع للمباراه وعايز تحس كمان انك انت بعد ما جبت الجون الثاني التعادل. بص لعيبه النادي الاهلي محدش بيحتفل، كله بيزق صلاح محسن بيقول له يلا عشان نكسب الثالث، لان انت عارف انت شكلك في المباراه كان ايه، وانت كان شكلك ان لازم تكسب، لكن ما كانش في وقت. لكن الوقت لو كان معاك اكتر او اطول مع الدوافع ومع الاحساس فعلا ان انت المباراه كانت في ايدك كان ممكن النادي الاهلي يكسب المباراه. لكن قدر الله ما شاء فعل. خلاص حتى تحس الناس كلها امبارح نامت مبسوطه، نادي جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. لا اسمح لي بقى، لا ما نمناش احنا مبسوطين يعني شويه كده يعني برضو. ممكن هم بعض من الزملكاويه يكونوا مبسوطين بس احنا ما نمناش مبسوطين. مش مبسوطين بس اقول لك كان ممكن يحصل هزيمه، ممكن الهدف ده ما يجيش. ما يعني ايه يحصل؟ لا ما هو كانت العارضه اكيد اكيد ما انا يعني برضه هو ده بتكلم على كده. على حاجه كابتن احمد، من ضمن الحاجات اللي كانت ملفته للنظر مع نهايه احداث الماتش امبارح، ان على غير المعتاد بيبقى دايما في يعني ايه فئه كده من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك بيبقوا قاعدين مستنيين اللحظه دي عشان يبتدوا يحفلوا على بعض. طبعا طبعا. بعدين ايه تحس ان كل واحد عمال يبص للتاني مش عارف يقول حاجه، مش عارف يقول، الدنيا مقفوله خلاص. امبارح ما كانتش فباركنا لبعض في الاخر والله. امبارح ما كانتش كتير، مبروك علينا ومبروك عليكم. في نقطه بقى، في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها. طبعا نادي الزمالك ومصر فرقه ادى فرصه لمجموعه، انا مش عايز اقول بقى اللي هو بيتقال ناشئين. ما ينفعش يا جماعه لعيب مواليد 99 اللي هو دلوقتي عنده 23 سنه يبقى ناشئ. زمان الناشئ ده 17 سنه 18 سنه بيلعب، هو ده الناشئ. مش بتكلم على مواليد 99 ايا طبعا، اذا كان يوسف اسامه نبيه لاعب جيد جدا وهايل، اذا كان سيف فاروق جعفر هايل، حسام عبد الجواد هايل، لعيبه كويسه، بس دول كبار مش ناشئين، هم لعبهم متاخر شويه او اداؤه نادي الزمالك بدا يشتراكهم بالظبط. انت ما تطلقش عليهم المفروض وفقا للسن ناشئين اصلا، بس هم هو بيطلقوا عليهم ناشئين. هي دي المشكله، يعني انا بتكلم دلوقتي برضه داخله تحت بند التحفيز، يقول لك ده احنا بنلعبكم بالناشئين. هي دي النقطه، يعني هو كلمه ناشئين اتبروزت قوي. ما هي دي اللي انا برد عليها. لا لا رد محترم صراحه. اجي اتكلم بقى في الناشئين، اتكلم لا ناشئين سنه لما عنده 16 سنه وبيلعبني بقول له ناشئ. لما النادي الاهلي لعب بالناشئين ما كانش حد يعرف حسام حسن، محدش يعرف طارق خليل، محدش يعرف وكان عمرهم كام؟ هم دول كان عندهم 18 19 سنه، هو ده كان الناشئين وقتها. مش عايز اغفل برضو دور مستر فيريرا ان هو يدي الفرصه للولاد دي. طب. لان فعلا الاولاد يستاهلوا خامه طيبه جدا بصراحه، واستغلوا الفرصه صح. وحاجه تانية نقطه مهمه جدا، ناس ناس جعانه كوره مهمه جدا في بالنسبه للكوره دلوقتي. الناس اللي جعانه كوره شكلها اداء مختلف غير اللعيبه. قلت لك اللعيب ده شبعان كوره، لعيب مجهد، دول لسه سنه صغير، اداء عدد المباريات اللي لعبها قليله،
فادائهم لسه تحس ان اللعيب لسه فريش. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا، لعيبه النادي الاهلي مجهدين. انا لسه منزل على الفيسبوك دلوقتي بطلب ان الموسم يخلص على كده بجد. احنا محتاجين راحه، لعيبه مصر محتاجين راحه، محتاجين نقفل كده شويه، شهر شهرين اللعيب يرتاح وابدا موسم من جديد. هتلاقي شكل مختلف تماما، ده هيعود على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الزمالك، منتخب مصر. مش عايز اقول لك احنا ادائنا في اثيوبيا مش كابتن ايهاب جلال، مش لعيبه منتخب مصر، لا يا جماعه لازم ندرس الموضوع صح. احنا عندنا بقالنا موسمين ثلاثه التلاحم ده عامل مشكله كبيره جدا في اداء لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك ومصر كلها.